بنحييكم من صباح من جديد في صباح الخرطوم، وصباحات إن شاء الله دائما مفعمة بالحيوية والنشاط والجمال. دائما من خلال الصباح بنرسل بعض الروشتات الصباحية للسادة المشاهدين، وقبلها تمنيات الصحة والعافية للجميع. اليوم إن شاء الله حنتحدث عن أمراض مرض السكري كمرض، يعني هو منتشر ومزمن وموجود بكثرة وعلاقته بأمراض الكلى. وسعيدين في هذا الصباح أن يكون معنا ضيف كريم، يعني دكتور أنيل كومار استشاري الكلى والمسالك البولية، دائما يرسل روشتات صباحية عبر صباح الخرطوم. سعيدين بوجودك معنا في هذا الصباح، صباح الخير. صباح الخير وشكرا لكم وشكرا لقناة الخرطوم، لأنه الفضائية ودائما هي يعني بترسل روشتات لمصلحة المرضى ومصلحة المواطنين، ولكم جزيل الشكر. الله يديك العافية. شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم دكتور أنيل. وكنا قبل ما يعني تطيل علينا عبر الهواء أنا ورش متكلم عن موضوع الحلقة، إنه فصل الشتاء بتكتر فيه أمراض متعددة. إذا تكلمنا في مجالك دكتور أنيل، بالنسبة لقلة شرب الماء فهي بتعمل أكيد مشاكل من جفاف في الجسم، وأيضا مشاكل في الكلى والمسالك البولية وما إلى ذلك. يعني في البداية كده روشتة صباحية أولى قبل ما نخش على موضوعنا الرئيسي وهو السكري. سؤال حكيم، وفعلا احنا في فترة الشتاء دائما الناس ما بيشربوا ماء، ولا نعم عشان، لكن جسم الإنسان بيحتاج للموية لكل جسم، لكل جسم. أيوة. يعني منها الكلى، منها القلب، منها البول، منها التبرز، حتى المعدة. فإذا انت كمية الموية اللي بيحتاجها الشخص البالغ من لتر ونص للترين. ليه؟ إذا لتر ونص إذا كان الشخص ما بيعرف تقريبا 7 كوبايات موية تقريبا. نعم. فاحنا بنقول في الشتاء الناس ما يبعدوا من المويه، لانه المويه ده العمود الفقري بالاخص الكلى، والكلى لو بقت عطشانه بيكون مشاكلها كثيره. نعم. هو عموما دائما يعني الاطباء بينصحوا، والناس الكبار برضه في البيت بيقول لك لو بتشرب مويه على الريق برضو مهمة جدا، يعني دي من العادات المفترض إحنا نملكها لأبنائنا في البيت ولكل أفراد الأسرة. فعلا شرب الموية على الريق مهم شديد جدا جدا. نعم. يعني أنا بقول كوبايتين، وحقيقة أنا ذاته بعمل هي صعبة كوبايتين صراحة على الريق، لكن ممكن كوباية يعني. نعم. نعم. يعني هي أول حاجة بتلين أي حاجة في جسم الإنسان. نعم. ده واحد. نمرة 2، تحس ان البول بقى لونه ابيض كويس جدا. نعم. حتى التبرز بيبقى ما في امساك، يعني بيتكسر الامساك، وتحس انه الجسم بقى نشيط في حيويه. نعم. في الحيويه بعد تغسل شارع. كل السموم. نعم. نعم. هنا بتطرد السموم. نعم. عن طريق الكلى الى خارج الجسم. نعم. جميل جدا. نتحدث عن علاقة يعني مرض السكري والكلى، وأصبح مرض السكري من الأمراض اللي بقت منتشرة حقيقة، وزيه زي الأمراض النزلة وغيره. لكن ده بيحتاج إنه الإنسان يكون على دراية كاملة وثقافة كاملة بمرض السكري كصديق لأي زول مصاب. وطبعا يعني أعراضه ممكن تكون معروفة، وفي ناس بعد زمن حتى يعرفوا إن هم مرضى بالسكري. خلينا نعرف العلاقة ما بين مرض السكري والكلى، وإحنا إن شاء الله يوم السبت القادم يوم 14 يعني كل العالم بتدي إضافات وبتدي روشتات باليوم العالمي للسكري، وإن شاء الله ربنا يحفظ الجميع بإذن الله. حقيقة إنه يكون يوم العالمي سكري، والسكري بيأثر في كل أعضاء في جسم الإنسان. نعم. يعني من هنا إحنا نتكلم سكر ذاته شنو، يعني الناس ما عارفين السكر ده شنو. نعم. السكر ده عبارة عن إنه إنسولين بيكون ناقص سبب البنكرياس ما شغال، إذا هي ما بتقدر تكسر السكر أو سكريات في الدم. السكر ذاته بيتقسم على نوعين. على النوع الأول هو اللي بتجي للأطفال بيسميه جوفينايل دايابيتس. نعم. اللي هي بتكون بيعتمد على الانسولين. يعني ثاني ما عنده مجال، دائما بنلقى على الاطفال انسولين فقط مش كده. نعم. انسولين فقط. نعم. النوع الثاني اللي بيجي مع بعد ال40 سنه.
الأربعين سنة طبعا احنا حياتنا بقت قاسية، ويعني الناس بيجتهدوا في الدنيا، فدي معنى ستريس بيسموها الضغوطات. الستريس ده ممكن يؤدي، وبرضو المأكولات اللي هي الثقافة الغذائية، الثقافة الغذائية ما في، فده ممكن بيعتمد على الأدوية، لكن برضو لو ما خلى باله ممكن بعد كده يتحول إلى الاعتماد على الإنسولين. بيحتاج يعوضه من الخارج يعني. نعم، السكري ده أنا بسميه السرطان الأبيض. السرطان الأبيض لازم واحد يبقى بعيد منه، وفي نفس الوقت إذا واحد أصيب بالسكري يبقى هو سيد السكري وليس السكري سيدك. ده أنا بقول يعني السكري ده لازم يكون فيه إيه عشان أتحكم فيه. أتحكم فيه. لكن أول ما السكري بيتحكم في الشخص ذاته، إذا حتى الطبيب والحوالين وحتى المستشفى ما حيقدر يوصل ل بيفقد السيطرة عليه. نعم، لعلاج هذا الشخص. للأسف، ودي الحاجة اللي ما بيتمنانا تحصل، يعني بما إن هو مرض صديق للشخص فطبيعي إنه أنت تقدر تتعامل معه، تعمل حسابات، يكون في تنظيم. يعني بنلقى ما شاء الله في عدد من المصابين بالسكري هم بيعملوا تنظيم، بكونوا حريصين على إنه السكري ما يرتفع أو ينخفض أو كده. فتمنية الصحة والعافية للجميع إن شاء الله. طيب نجي لعلاقة السكري بالكلى، وفي علاقة وثيقة أم غير ذلك؟ طيب، يعني دائما احنا نقول كل ممنوع مرغوب، فهذا هو السكري. ومن خبرتي الطويله انا دائما بقول المريض السكري بيبقى حرام السكر. ليه بيكون عندهم رغبه في السكري؟ هل جسمهم بيكون يعني هو راغب في انه هو فاقد سكري، ولا لانهم هم محرومين مثلا من اكل السكري بكميه يعني سكر بتلقاهم انهم هم فعلا حراميه للسكري؟ يعني بتلقى حلاوه دائما في الشنطه، بتلقى حاجات، فالسر شنو في الكلام ده؟ زي ما قلت السكري ده يعني داير كنترول شديد من الشخص المصاب بالسكري. إذا سكري نزل بيكون طبعاً حلاوة عشان ما يحصل هبوط في السكري، وممكن يقع وممكن يصل إلى مرحلة إحنا ما دارين. أيهما أخطر، هبوط السكري أم ارتفاع السكري؟ شوف، من خبرتي الطويلة أنا بفتكر إن هبوط السكري إذا جاء وما في شخص جنبه ممكن يحصل كارثة. أيوة. لكن السكري العالي على ما يجي المشاكل بتاخد بتقدري تلحقيه. نعم. فعشان كده احنا المرضى السكري نقول لهم ما يجروا، لازم يكون عزيمتهم قويه. اذا مجرد عزيمته قويه، هو بتجي من العزيمه دي من وين؟ منه ومن حوالينه. الحوالين لازم يشجعوا. لكن لقى واحد يقول لك والله يا اخي ما بيحصل لك حاجه، يا اخي اشرب وشاي وهكذا، المشاكل بتزيد خصوصا في الضيافه. الضيافه احنا طبعا عندنا ضيافه ما شاء الله. لكن انا اربط لك السؤال السكري بامراض الكلى. امراض الكلى، طيب السكري ده يعني زي ما قلنا انه انسولين، فالانسولين دي لما بتعمل شنو؟ بتكسر الاورده الدمويه او بتضيقها، وبالتالي الدم المفروض تصل للكلى، لانه الكلى دي بتاخد الاورده التغذيه الدمويه من القلب طوالي. فتغذيه عاليه شديده جدا، مجرد ما يحصل هنا بيسموها اسكيميا. اسكيميا يعني معناها ضيق في المسار بتاع الدم اللي اتصل هنا، الكلى بتفقد تدريجيا الوظائف بتاعتها. هي بتحاول تنشط لكن بعد شوية بتفشل. أيوة. ودي السكري بيأثر. الثاني بالتالي الكلى لما تفقد وظيفة، يعني هي عبارة عن فلترة، الفلترة بتبقى ضعيفة. أيوة. والسكري زايد، فكل مرة في ضمور في الأوردة الدموية. الأوردة الدموية لما يحصل لها ضمور بالتالي يحصل ضمور في الأعصاب، لأنه الأعصاب ذاته بتتغذى بالدم. أيوة. يعني شفت هي حلقة مقفولة ما بنقدر نفتحها. سبحان الله. ودي هي السبب الرئيسي، السكري كيف يأثر في الكلى وفي حياة كثيرة جدا جدا بالنسبة للكلى. نعم. من ضمنها مثلا كيف نعرف انه الكلى بقت تعبانة؟ وبقت شخص ذاته بيكون لما يصحى تعبان ما داري يقوم. فتور عام شديد جدا.
والله دي حاجة شكوى بالمناسبة، يعني الأيامات دي كل الناس يقول لك والله أنا بقوم من اليوم من النوم تعبان، يعني شكوى جماعية، الناس كلها شعرة بتكسير في الجسم، فما بتعرف إنه ده من النظام الغذائي، من أنت مرضان في الداخل، الحاصل شنو؟ يعني ممكن نوضح للناس يعني في هذا الصباح. طيب الفطور العام أنواع ذاته، يعني مثلا واحد ما نام كفاية، أيوه، يبقى ده تاني يوم هو طبيعي مجبر إنه يصحى تعبان عشان يمشي شغله لكن تعبان. في شخص مثلا برضه مثلا يعني نمشي لحياتك يعني بيدخن سجاير كتير، كويس، ده برضو النيكوتين برضو بتعمل بيؤثر بيؤثر في جسم الانسان. الفطور العام برضو انه مثلا واحد بيرحق نفسه اكتر من طاقته، بمعنى هو ممكن يشتغل مثلا 16 ساعه شغل متواصل وما بدي راحه للجسم، دي هي الفطور. فاحنا لازم نفصل هذا الفطور من السكري، بالإضافة لبعض الأمراض اللي ممكن هي تكون في الجسم وبتخلي الواحد عرضة للفطور وللأشياء. نعم. فمن الأعراض اللي قلت الفطور العام، ممكن واحد يكون عنده ضغط عالي، ضغط عالي، فإحنا لازم نعمل كنترول للضغط. الثاني برضو ممكن واحد يصحى يقول لك والله يا أخي بطني طامة، مجرد ما يعمل فرشة عايز يترش، ده برضو أعراض من السكري على الكلى. أيوة. برضو السكري لما بيأثر في الكلى، وظائف الكلى بتقل، اللي هي البولينة والكرياتينين. الكرياتين بيزيد معناه في سموم، يبقى العيان بيصحى أو في أي وقت يقول لك والله عندي أكولة. الأكولة. برضو بيبقى هو قاعد تلقى العضلات بتاعت الجسم ده تتتتتت يعمل وراها. أيوة. لأنه الأعصاب بتتحرك. ما في توازن؟ ما في توازن. فدي حياة الأساسيات، إنه واحد يعرف إنه في علة في الكلى من الحاجة. نعم، يمشي لياتو طبيب عشان ما يتعرف على الأعراض دي. يعني أنت لو مشيت للطبيب العمومي قد لا يتعرف على هذه الأعراض اللي ممكن تكون هي يعني مؤشر لوجود خلل في الكلى. كلامك ده صحيح جدا، إنه دايما بيقولوا العلم نور. نعم. والخبرة ما بتجي إلا مع عدد السنين اللي انت بتمشي، لأن انت بتشوفي عدد المرضى، عدد كبير من المرضى. نعم، يمكن الطبيب ما بيكون عنده خبرة كافية، لكن برضو احنا من هنا نقول انه احنا نديه جرعات بتاعت كلامك صحيح. إذا هو مشى لشخص باطني أو أخصائي الكلى الباطنية أو زي أنا جهاز جراحة المسالك البولية، أنا بقدر بعرف وبوزن وعمل فحوصات سريعة جدا جدا، والحمد لله الفحوصات حسها متوفرة وكلها كمبيوترايز. نعم. إذا إنه خطأ غير وارد بنقدر نعرف إنه العلة وين عشان نمسك النقطة الضعف في هذه السكري المؤثرة في الكلى، من هناك نوقف عن حده عشان الكلى ما تتعب زيادة وما يحصل فيها دمور. أيوة. حتى أحيانا دكتور أنيل يا رشا، ممكن الواحد يمشي للطبيب العمومي وهو ممكن غادي يوجهه للأخصائي المعين، لكن يكتفي بأنه اكتب لي علاج سريع مسكن كده وما يمشي للأخصائي بعينه اللي هو حيكتشف لك العلة وبعد ذلك ممكن يديك على الدواء المفروض يحصل. هذه رسالة للمريض وأيضا للطبيب العمومي. الطبيب العمومي ممكن عشان ما ياخذ زمن وبيكون في زحمة ما يقوم يحولك تاني مثلا لدكتور الباطنية المختص، والله المريض ذاته يكون ما عنده زمن يقول لك الله اكتب لي حاجة سريعة لأنه أنا ما فاضي أو ما بقدر أنتظر الفحص أو كده. ده هنا الوعي الصحي منكم ومني أنا. إحنا ننشر الوعي الصحي والمريض يكون حريص على صحته وسلامته. ما انت الوعي الصحي ده بس انا بوريه الجرعات الصحيه المفروض هو يعرفها عشان ما يحمل يقول لك والله يكتب لي اي حاجه. نعم. ودي واحده من المشاكل، يبقى لازم تكون في التلفزيون في الاذاعه ومننا احنا ومنكم انتم، الوعي الصحي مهم جدا جدا عشان، والوعي الصحي برضه للطبيب. ايوه. لانه مهما كان يكون زحمه
لكن تمشي بالإجراءات، يمشي بالإجراءات الصحيحة عشان هو لو ما محاسب محاسب فعلا فعلا. نعم. نقطة مهمة جدا. طيب بما أنه نحن ذكرنا أنه الشخص نفسه أو المريض أو المصاب بسكري أو بعض أمراض الكلى يكون حريص على صحته، من باب أولى أنه يكون مهتم بفكرة الفحص الدوري والمتابعة مع طبيبه أو أيا كان الطبيب اللي اتجه له ومتى ما حس ببعض الأعراض. فدكتور أنيل يعني ياريت لو وريت الناس أهمية الكشف الدوري والمتابعة بصورة دورية وثابتة لتجنب كثير من المخاطر. شوفي يا مندو، طبعا احنا عندنا العلاجات بالبطاقات وانا بفكر انه دي حاجة كويسة جدا جدا. التأمين الصحي سهلت على الناس، التأمين الصحي دي حاجة كويسة جدا انه المريض حتى خففت على المواطن حقيقة، والمواطن بيستفيد يعني. اذا هنا نقدر نقول انه هو المادة دي ما مشكلة اساسية. ايوه. ثم بعد كده الفحوصات الدورية انا بقول دايما في العالم كله بيعملوا كل 6 شهور. حتى لو احنا عملنا كل سنة، حاجات بسيطة وما داير كده يعني، تدخل جراحي، فحص الدم، فحص البول، وظائف الكلى، وظائف الكبد، موجات صوتية، يعني بس تاخدها على جسمك تقدر تعرف ايه كل عضو في جسم سليم ولا لا. حتى الموجات الصوتية الان طلع جديد انه، او هو طلع من بدري يعني من فترة، انه بتوريك التغذية الدموية ذاته لهذا العضو شنو الناقص وشنو ممكن تعمل. ولو في اي حاجه غير مظبوطه بتقدري تكشفي عليها. عشان كده احنا بنقول واحد يستفيد بالتامين الصحي ويستفيد من العلاج قبل ما يحصل. ودي المشكله يا رشا، احيانا بنسمع انه انا لو مشيت للطبيب عشان اعمل تشيك طلع لي حاجه انا ما حاسه بحاجه، ما في داعي. انا لو مشيت للدكتور هيطلع لي امراض كثيره وكده، فما في داعي انا امشي. الناس بدها تخوف. نعم. لكن دي حاجه غلط صح. اخر تعرفي مين ما تعرفي تلحق متاخر صح. طيب قياس الجهاز، قياس السكر في البيت والضغط، الى اي مدى ممكن يكون يعني هو مفيد من انك انت تمشي مثلا المستشفى، او هل هو دقيق بنفس الدقه بتاعه المعامل الخارجيه؟ شوفي هي لانه صراحه يعني الناس الكبار في البيت كل يوم والتاني بتلقاهم هم مطلعين، وده ذاته بيعمل لهم ستريس يعني، لما يكونوا هم ليه مرتفع لا مرتفع واليوم كله يكونوا هم في حاله من الضغط النفسي، في انه السكر مرتفع الضغط مرتفع. اذا جينا للسكري، الفحص السكري في البيت هي دي بس بتديك انه زايد ولا ناقص. نعم. دقيق؟ هي دقيق، يمكن يكون الجهاز لو مخطوط في حته ما فيها الشمس، لانه هي طبعا عباره عن كمبيوترات صغيره جدا ممكن تبوظ مع الزمن. نعم. يبقى النتيجه ما بتكون 100%. لكن في المعامل بتتعامل بالفيلينج والحياه بالكمبيوتر بتبقى ادق، لكن على الاقل يعني المريض بيكون عارف بالضبط هو وين. نجي على الجهاز الضغط برضه. انا جهاز الضغط دائما بحب هو المركبي اللي هو الزئبق. الزئبق ده بيديك النتيجة الصح، لكن الجهاز الكمبيوترايز ده برضو مع الزمن الفانكشن بتاعه بيقل. نعم. إذا دي كانت عبارة عن نصائح وروشتات صباحية دكتور أنيل لكل المتابعين، لكل الناس المهتمين بصحتهم. أكيد قلنا في علاقة كبيرة جدا ما بين السكري والكلى وأمراض المختلفة. نزل الله العافية والسلامة لكل المتابعين ولكل المرضى. رسالة أخيرة دكتور أنيل، خصوصا في نوع الغذاء الممكن يتناوله مريض السكري. الغذاء دي مهمة جدا، واحد يعني ما يكتر من أي حاجة بكسرة من البروتين، من السكريات ومن الدهنيات. واحد ما يتخوف من السكري، يبقى صاحبه. وحتى لو حصل فشل كلوي هناك طرق لعلاج الفشل، لكن مهم المريض يكون العامل الأساسي يساعد الطبيب للنجاح ويمر من هذا المرض اللعين. إن شاء الله ربنا يدي الصحة والعافية للجميع،
ودعوا دائما مرض السكري والضغط هي هم أصدقاء، إذا إحنا عرفنا نتعامل معهم وعرفنا معلومات عنهم إن شاء الله كل الناس حتكون في السيف سايد بإذن الله. شكرا لك كثير دكتور أرين الكومار، استشاري أمراض الكلى والمسالك البولية، على هذه الإفادات وعلى هذه يعني الشرح الوافي لكل ما يتعلق بالسكري وأمراض الكلى، وإن شاء الله صحة وعافية للجميع. شكرا جزيلا. شكرا لكم. التحية لك. أكيد.